كانت حقيقة خدعة زي ما انت بتقول او حقيقة
القصر الاسقفيه اللي هناك. استحاله استحاله يمكن الايمان حتى لو هيموت. انا من رايي اطفي شويه لغايه ما الامور ما توضح اكتر. مش هقدر ابعت كائن تاني في الوقت ده، هبقى بضحي بيه. بالعكس يا سيدنا، ده افضل وقت. احنا لازم نتاكد من الخبر ده. وانا حاسس ان الاب فلان محتاج مننا مساعده دلوقتي. انا من رايي اصبر شويه لغايه ما الامور ما توضح اكتر. مش هقدر ابعت كائن تاني في الوقت ده، هبقى بضحي بيه. بالعكس يا سيدنا، في الحالتين لازم نبعت حد. او لو فخ في حد ساعد الله في فريق، ولو حقيقي اللي هو ده استحاله يكون صح، فحد يكمل مسيره رب فريق مع المؤمنين. سيدنا انا بعرف اتكلم ياباني كويس قوي، فبالتالي اعرف اتفاهم مع الناس اللي هناك. يا سيدنا ارجوك ارجوك بعدنا. انا حاسس في الجوابات القديمه ما كنتش بحكيها لك صعوبتها ومشاعرها، ضغوطات صعبة ونفسية وجسدية. بس إن كان الرب معنا فمن علينا؟ لازم تعرف يا مدري إن الإيمان أعقد من كده بكتير. جبت اللبن لبنتك يا نارومة ولا لسه؟ لسه. والبنت عمالة تعيط وأنا مش عارف أعمل إيه. استنى بس شوية، يمكن حد يجي محتاج خبز ولا حاجة ويبدل بالخدمة اللي هياخدها لك. الله جميل خبز النهارده يا مصاروك بكام؟ وانت بتحشيها برضو؟ ايه هتشوف دلوقتي. بس قول لك كام؟ ماشي يا عم، خمس خبزات بثلاث قطع من الفرن. ايه ده اسعار غاليه كده ليه؟ طب بص يا ولد، انا لسه كنت في البحر دلوقتي واصطدت سمكه كبيره وزي الفل، والله تستاهل بوك. ايه رايك تاخدها؟ وتديني يا عمي بس 10 خبزات، ومش عايز كتير، وهم 10 خبزات بس. لا 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 اوعى ترضى يا صاروخ، المره اللي فاتت ضحك عليا سمك كان واكلها جدود من جوه. انت اللي سبتها في الحاله لحد ما باظت. بقول لك سمكه. لا 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 يا عم مش عايز حاجه. لا انت حر. بقول لك ايه؟ كان عندي حزام مفتوح. انا خياطه ملابس زي ما انت شايف، مش خياطه احذيه. لا صح، سامحيني نسيت. اصل بعد ما اصطدت سمكه من البحر وانا جاي في السكه قابلت معزه فاخدت منها شويه لبن. لبن؟ اه لبن. انت معاك لبن؟ اه لبن، عشان كنت جعان وعطشان وكنت محتاج حد بس يخيط لي الحزام اللي اتقطع مني في الطريق. انت طبعا الى شعوب مدينه مجازات والكره المجاوره
على من يبلغنا عن وجود مواطن ياباني اعترق المسيحيه تصرف لهم مكافاه 300 قطعه من الفضه والف في حاله اداب المبشر كان وجه بالمسيحيه وبالاعدام فورا على من يتسلطن على مؤمن بالمسيحيه. عاش الامبراطور وعاشت اليابان. يوه كل يوم كده لغايه ما صدعنا. الصبر يا نسا الصبر. ايه ده؟ مين ده؟ معاك طلعت ده زوجي مش بيقالي يكون جاسوس وجاي اعرف الاخبار عشان يكون انا الامبراطور. انا هعرف مين ده. ممكن اعرف انت مين؟ رد عليا. ممكن اعرف انت مين؟ طب تعال. انت رد عليا. انت مين؟ يعني كده؟ استنى. احنا مسيحيين يا ابونا. سيدنا الدكتور يوم ما اتمنت عليك سامحني يا ابونا. اشكرك يا رب. نورتني يا ابونا. انت عارف يا ابونا ان الامبراطور حاطط مكافاه 300 قطعه من البلد للي بلغ عن مسيحي و1000 قطعه للي بلغ عن كان. وتحليلات كل شويه يا ابونا علشان كده نخاف من اي حد غريب يدخل هنا، احسن يبلغ عنا. شكرا ليك يا رب، شكرا ليك يا رب. شفت ولا لا؟ شفت ربنا استجاب لصلاتنا وطمعنا ازاي؟ وبعت لنا كهف كنا من تاني. شكرا ليك يا رب، نورتني يا ابونا، نورتنا. انا اللي بصبر ربنا يديك بصراحه. انا من ساعه ما جيت هنا وانا ما كنتش عارف اجيبكم ازاي. في ناس تانيه بتقولين جدا. ما اعرفش يا ابونا. احنا ما حدش بيطلع من بره البلد. وحتى لو فين الناس خايفه من بعضها، كله خايف من حراس الامبراطور ومحدش بيعرف حد. طب انا احب اعرفك بس يا ابونا. انا الاب روما كاهن رجاله كنيسه روما. كنت جاي هنا عشان اسالك سؤال. من دي 100 سنه تقريبا. رجع عشان تكون اب اسمه الاب فين؟ يا طبعا جه عندنا هنا وكان معاه حد تاني بس من ساعة بس سمع واحد قال اللي جنبنا ومن ساعتها ما سمعناش عنه يا اخبار. انت شكلك جاي تعبان يا ابونا. اتفضل اتفضل استريح يا ابونا. يا حليم هات الخبز لابونا هنا بسرعه. اتفضل يا ابونا اتفضل. اتفضل يا ابونا شويه اللبن دول مين اللي بيهم مريض. اتفضل يا ابونا الخبز. Thank you.
الرفع امين. المجد للاب والابن والروح القدس اله واحد امين. حيث قال اني اسير حيث قال اني اسير حيث قال اني اسير امشي معه نوما كل حين باسم الثالوث القدوس إلى الأب الجليل وقائد الكنيسة بروما الأسقف أنطونيو. بنعمة المسيح وبفضله وصلت لليابان في رحلة في غاية السهولة عكس ما كنا نتوقع تماما، وتقابلت مع المؤمنين هناك بسهولة كترتيب إلهي دقيق. رأيت فيه نعمة المسيح ورحته وثبات الإيمان. لا تقلق علينا الآن، فهم يملكون إيمانا قد يكون أقوى من كثيرين في روما. رأيتهم يبذلون كل ما لديهم من أجل إنارة شعلة الكنيسة هناك. صلي لنا يا أبي. ابنك رودريغيز. والقدس هيسيبونا في حالنا ونمشي يا ابونا.
لكن لو ما دستش وما اكترتش كده ساعتها تكتب ان المسيحيين فكان يولع في عمره ويموت حد ما تموت على ما اعرفش كام نفاق ما قدرتش ما دست يا مونة ما قدرتش ما دست كنت محبة وخايف عليها أكلت ودست علشان يا مونة أكلت ودست علشان طب وهي يا بنت ماما مثل تعمل أعمل أنا خايف موت ما كنت معي أنا أنكرت ويا لا أنا أنكرت ويا لا يا موت يا ربنا ممكن يسامحني أه طبعا هيسامحك قلت لك رحمة أكبر من أي حبيب في الدنيا رحمة أكبر من أي حبيب أنا وحش يا مونة وحش لا يا حبيبي أنت مش وحش مش خاطر بنتي ولا ما ادوس
سلام يا ابوي. سلام يا سيدي. اتفضل. بصراحه كده يا ابويا كان في موضوع كان احنا عايزين ناخد رايك فيه. الموضوع ده يا مينا مش محتاج اجابه واحده وما فيهاش كلام تاني. استنى انت يا هاسم، هو ربنا هيرد على ابونا بسرعه؟ لان بصراحه كده احنا صلينا كتير وربنا ما ردش علينا. يا جماعه انتوا ليه فاهمين ان ربنا بيرد على كهنه اسرع منكم؟ امال بيرد عليا ليه؟ حكمته يا بنتي. حكمته انا ما اعرفهاش. يعني ساعات بيتاخر عليا في الرد وانا ما بتكلمش. شفتي؟ يلا نمشي بقى. نمشي نروح فين؟ على الاقل كده اسمع راي ابونا في الموضوع ده. اتفضلي يا بصراحة كده يا ابونا، بصراحة أنا مبسوطة منك، بس أنا كل يوم بشوف نارومه وهي كده قلبه بيتضرب. أنا مش عارفة إيه جايبة الصبر ده كله منين؟ أنا مش عارفة إزاي دي ما اتشغلتش لحد دلوقتي أصلا. فينا؟ تقصدي إيه بالكلام ده؟ أنت مش جاية عشان تعترفي بقضيتك برضه؟ أقصد يعني يا ابونا، أقصد يعني لو الإمبراطور قفلني أنا هروح فين؟ هروح فين؟ أنا ما أقدرش أعيش لوحدي، أنا ما أعرفش حد منا غيره، فيعني أنا بسألك يعني ينفع يعني يمكن يبقى كده وكده بس لا لا، ده اسمه انتقام. إيه؟ أنت مش مستوعبة أنت بتقول إيه؟ استنى أنت، هيا يا ابو قول لي رأيك إيه؟ إنكار برضه يا نينا. إنكار إيه؟ أنا ما أقدرش أعيش لوحدي. ما تخلوش المشاعر تخليك تسمى الايمان حياتي مش بتسمع عشان تقدر. شفتي؟ يلا نمشي. يعني ده اخر كلام عندك يا ابونا؟ تينا انا من ساعة ما جيت هنا وانتوا مع بعض اهو مفيش حاجة حصل. طول ما احنا عايشين مع بعض بسلام وامان مفيش حد يحصل له حاجة. يا ابونا الموضوع مش الوضع مشكلة خالص. خلاص لما بوضوه مفيش حاجة بتعدى عليه. يا ما تاخدش بالك انت بس من الكلام ده. ويلا تعالى صاروخ حل تناول عشان تتناول. صاروخي شون نارومي. تعالى صاروخ صلاة الاعتراف عشان تتناول. على يوم ودأت أدرك مقولتك التي لم تقال في أذنك أن الإيمان أعقد مما كنت أتصور والنفس البشرية كذلك. أخذت اعترافاتهم جميعا دون أي استثناء. سمعت اعترافات لم أسمع بها من قبل. حقيقية عارية جدا نقية كماء النهر ومليئة بنار المحبة. كثيرا منها لم اجد بها اي اجابه سوى الصمت. ثم بعدها نولوهم جسد المسيح ودمه واخذوه في داخلهم. وبعدها تحققت مقوله احدهم ان لا شيء يستطيع ان يبتعد عن معرفه الحراس. الحراس علموا بها. لازم نقبل الكل وما ينفعش نرفض حد ابدا. ده خاين يا ابونا. طب
هنعمل ايه دلوقتي يا بون؟ ايوه يا بون، جاوبني على السؤال ده، مدوس ولا لا؟ صاروخ، ايوه يا بون، في ناس تانية من المؤمنين غير كويسة، ما نعرفش يا بون، كل واحد في حاله، محدش يعرف حاجة. أعتقد مفيش يا بون، أنا حاسة إن فيه. وحتى لو مفيش، إيه اللي هيحصل يعني؟ لو مفيش، مش بلاقي لما المرضي يموتنا كلنا. احنا لازم ننكر الايمان عشان حد مننا يشيل الايمان. ولو احنا لا يمكن ننكر الايمان مهما حصل. خليك انت كده كره حياتك ودنيتك. فكرت بنتك دي لما تموتي مين هيربيها؟ هتروح فين من غيرك؟ هينا كفايه كانت كده. ابونا هنعمل ايه يا ابونا؟ يا رب انا ما بقتش عارف اقول لهم ايه. كلهم يدوسوا على الصورة وينكروا يملوك ولا ما يدوسوش على الصورة ولا ينكروا يملوك، وبالتالي مش هيبقى في حد عايز مختار يا تاني. أنا ما بقتش عارف أقول لهم إيه، ما بقتش عارف أقول لهم إيه. مع أهل القرية.
شون 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 وأنا الآن أقف مكسوف الأيدي.
اللهم فين؟ انا ما بقتش مصدق نفسي. انا مش قادر اصدق اللي شايفاه. الاب فيريرا اللي معلمني يعني ايه المسيحيه، واللي سافر بلاد العالم كله عشان يبشر. يمكن اللي مات. طب ازاي؟ ازاي؟ رد عليا ازاي؟ اللي حصل؟ اللي حصل؟ يعني ايه اللي حصل؟ رد عليا! يعني كان غصب عني. في حاجات كتير انت مش واخد بالك منها. طبيعه الشعب هنا مش زينا. وان دي سياسه طبعا، وان اللي بيبعتونا هنا قصدا للغزو، وان دي ملوش اي لازمه، صح؟ كلامك بيجي زيهم بالظبط. وبعدين انا عشان تشككني في مالي. لكن لا لا، انا مش هنكر ايماني زيك، مش هنكر ايماني زيك، بس انا مش زيهم. طبيعه الشعب هنا مش زينا. الشعب هنا بيؤمنوا ببوزة، بالشمس، بالقمر، بحاجات ملموسة. أنت عارف يا رودري، بالنسبة لهم الشمس دي هي الله، هي اللي بتديهم الدفء للبلد والزرع والطاقة. المسيحية مش تقدر تعيش، الأرض مش هتقبلنا. يا ترى عرفت ده قبل ما تنكر الإيمان ولا بعد؟ رسالة المسيح ولكل أنواع البشر واحدة، إن التجسد والقيامة عمرهم ما كانوا كلامه بس، وإن ده دين. دينا. دينا اللي علمتهولنا ولا نسيت؟ ما نسيتش. بس الوضع اتغير. اتغير. يعني إيه اتغير؟ فهمني. يعني ما تظلمنيش. ما تظلمنيش. أنا اتحطيت تحت عذاب صعب، وكنت ببعت لكم التفاصيل في الجوابات، عذابات بشعة. أنا اتحطيت في الحبس الانفرادي 10 أيام من غير أكل ولا شرب، وبعدها راحوا ربطوني وجرموا جسمي، راسي ناحية الأرض ورجلي لفوق، وانا محطوط في فرن حرارته حرارتي بجلدي مش قادر اتنفس. نزيف صعب صعب. وبعدها طلعوني عشان يسالوني، انا انكرت الايمان ولا لسه مصمم؟ ما عنديش اي رد فعل. فقد الوعي لغاية ما سمعت ولي انت بتقولهم كفاية كفاية. جسمي مستعمل ومكلتش اقف، بس انا ما فكرتوش. قلبي ما انكروش، انا قدامي كاني بصلي في المعبد، بصلي وانا باصص للشمس، بس بكلم المسيح، بكلم المسيح. انا قلبي ما انكروش يا ولدي، انا ما انكرتوش. وانت مفكر ده الايمان؟ هو ده كله انت ما بتجيبش مسيح؟ ضحك عليك انهم فهموك انه مجرد فعل، ودي ملوش اي لازمة. انا بس عايز اسألك سؤال، سؤال واحد بس. طول العشر ايام دي كلها وانت طبعا كنت بتصلي، ما ردش عليك ولا مرة ولا مرة. رد عليك. طب قال لك ايه؟ قال لك ايه؟ رد عليا. قال لك ايه؟ هيرد عليك النهاردة زي ما رد عليا من سنة.
الصلبة؟ سامع؟ بصوت أهل الكرم وبتعذبهم. العذاب اللي أنت عذبته من سنة؟ لا. لا. حرام عليهم. خدونا أنا وسيبوهم هما. خدونا أنا. خدونا أنا. خدونا أنا وسيبوهم هما. روديوس. روديوس لازم تفهم كويس. الموضوع بسيط وسهل. أنت مكبر الموضوع على نفسك وضغط على نفسك. مستحيل هتموت. ليه يا رودريجيز؟ ليه؟ شايف نفسك احسن من فريرا استاذك؟ ليه؟ رودريجيز لو المسيح بنفسه كان هنا وشاف الناس اللي بيحبوه وبيحبوهم ويصرخوا ويبكوا مقابل ان ينكر ايمانه بنفسه كان داس وانكر ايمانه بنفسه مقابل الناس دي تعيش. نزلك وكسرك وحط راسك في الطين. ما الايمان ايه غير عزة نفسه وكبرياء؟ ما انت لو دست استحاله تبص لفوق وتصليه. رودريجيز ده بسيط بصراحه. لازم تدوس يا رودريجيز. لازم تدوس. دوس يا ابني. دوس. عشان المحبه اقوى بكتير من الايمان. دوس يا رودريجيز. دوس لان في يوم من الايام كنت مكانك وعارف مدى الالم اللي انت حاسس بيه دلوقتي. دوس. طب انت فين؟ انت فين؟ انا في داخل المحرقه. صلوا عليه.